اليوم جيت باش نتكلم لكم على شجرة الخروب. شجرة الخروب اللي كيوف هو معروف، كاين بعض المناطق المغربية اللي كتوفر على هاد الشجرة. وهاد شجرة الخروب اللي كانت في السنوات، يعني السنوات اللي دازت، ما كانش عندها واحد الأهمية كبيرة عند الفلاح، وخا كان المنتوج ديالها، يعني كان المحصول السنوي كان كيجني منه الفلاح واحد قسط من المال، ولكن ما كانتش عنده واحد الأهمية حال أشجار التين والزيتون. وكما هو معروف الخروب ما يعني ما كيحتاج يتسقى ولا كيحتاج العناية ديالو بحال الأشجار الأخرى. كان الفلاح يعني كيحسبوه بحال شي حاجة زايدة، من العام للعام كيجني المنتوج ديالو كيبيعو، وكان الثمن كيتراوح ما بين 6 دراهم 7 دراهم، واحد الوقيتة كان كيدير 4 دراهم. ولكن في السنوات الأخيرة هاد الشجر ديال الخروب ولا الثمار ديال الخروب أصبح كيعرف واحد الإقبال كبير من طرف التجار، حتى الثمن ديالو حتى هو طلع بواحد الطريقة مهولة. في الأول كان الثمن كيتراوح ما بين 3 4 5 6 دراهم، شوية ولا ب10 دراهم، ولكن في السنوات الأخيرة يعني الثمن ديالها طلع يعني طلع صاروخية، ولا كل شيء مستغرب علاش الثمن ديال هذا الخروب طلع بهذه الطريقة، وللاش كتصلح هذا الخروب. وحتى ولات بزاف ديال الاقاويل، شي كيقول لك يصنعوا منها الفلوس، شي كيقول لك يصنعوا منها الصباغه، شي كيقول لك منها كيصنعوا منها داك الصباغه ديال الطوموبيلات، شي كيقول لك كيصنعوا منها يعني داك مواد التجميل. يعني ما كاينش شي واحد اللي خرج للعلن وقال هاد الخروب الثمار ديالها للاش كتصلح. والمشكل اللي صرا بزاف ديال الفلاحين وديال التجار بالنسبة للسنوات اللي دازت، كانوا كيبيعوا بثمن ديال 20 25 درهم، ولكن كدوز واحد الفترة وجيزة كيولي الثمن، يعني داك التاجر اللي شرا ب20 و 25 و30 ولا كيبيع ب60 ولا كيبيع ب70، وشي وحدين قال لك عاود ثاني باعوا ب100 120 درهم. يعني كل شيء طمع، كما كتعرفوا حنا المغاربة طماعة، يعني بنادم كيشوف واحد الحاجة كانت عنده باعها بواحد الثمن رخيص، وهذاك اللي شراها من عنده باعها بثمن غالي، يعني هذاك استفاد احسن منه. يعني ولا كما كنقولوا حنا بنادم عينو تحلات على هاد الخروب، ولا كلشي باغي يشريها، كلشي باغي يخزنها، كلشي باغي يستثمر فيها. وكما هو يعني التجارة هي هادي. ولكن المشكل اللي وقع هاد السنة الماضية، يعني الثمن في الأول كان بدا، يعني كانوا المضاربين بداو بالثمن مرتفع، يعني بداو كيشريو الخروب في الأول كيشروها ب40 ب50، كاين اللي شرا ب55، كاين اللي شرا ب60، وكاينين بزاف ديال التجار اللي شراو كمية كبيرة من المنتوج ديال الخروب بثمن مرتفع. وكاينين الفلاحة اللي هما بدورهم ما بغاوش يبيعوا بداك الثمن، وقال لك يعني نخبعها حتى يرتفع الثمن ديالها عاد نبيعها. ولكن الإشكال اللي وقع، يعني بين عشية وضحاها، فاش بدأ كيفوت يعني الأيام ديال الإنتاج ديالها، الثمن ديال الخروب ولا كيعرف واحد الانخفاض، وهذا الانخفاض ولا كيعرفوا علاش، حيت ما كاينش واحد الاقبال عليها لا من طرف التجار ولا من طرف الشركات. يعني وتا شي واحد مخرج للعالم وصرح علاش انخفض الثمن ديال هذا المنتوج، من بعد ما كان الفلاح ولا كيفكر يستثمر في هذه الشجرة ويغرسها ويعتني بها
باش تعطيه واحد المنتوج وافر. ولحد الساعه دابا فاش كتمشي في مجموعه ديال المناطق فاش كتسول على الثمن ديال الخروب كيقول لك الخروب داير 10 دراهم، ومني كتسول التجار وتسول الفلاحين كيقول لك كاين اللي مازال له الاطنان ديال الخروب شاريها ب 40 50، كاين اللي شاري ب 60 درهم ولكن مازال ما باعش، يعني هو صرف فلوس صحيحه ولكن لحد الساعه الثمن ديالها مازال منخفض. ومني كيسولوا الناس علاش هاد الانخفاض، ما كاين حتى شي خروج لا من طرف الشركات ولا من طرف الوزاره ديال الفلاحه اللي تجاوبهم على الثمن ديال الانخفاض ديال هذا المنتوج. كاين بعض الاقاويل شي كيقول بان الشركات جابوا المنتوج من دول اخرى بثمن منخفض، كاين اللي كيقول بان الخروب كان عرف الارتفاع ديالها حيت كانوا ديك المختبرات ديال كورونا ديال اللقاح ديال كورونا كانوا كيتسابقوا بيناتهم باش الانتاج ديال اللقاح، وكانوا كيصوبوه من هاد الثمار ديال الخروب. ولكن ما كاينش شي اعلان رسمي اللي كيقول هاد الخروب للاش كتصلح وعلاش عرف الثمن ديالها داك الارتفاع في هاد السنتين اللي دازو، وعلاش هاد السنه عرف انخفاض كبير في الثمن، ومع العلم بان المنتوج ديال هاد السنه على الابواب. ولكن الاغلبيه ديال المضاربين وديال التجار وديال الفلاحين مازال كيتوفروا على المنتوج ديال العام الفايت، ولهذا مازال بعض التساؤلات كي خصوص الفلاحين الصغار اللي ما عرفوش شكون اللي كيلعب بهم هاد اللعبه ديال ارتفاع وانخفاض الاثمان بين عشيه وضحاها. ملي كتمشي كتسول كل شيء كيبكي، تاجر كيقول لك انا عندي 100 مليون 50 مليون ديال الخروب مخزنه، الفلاح كيقول لك انا عندي طون 2 طن 3 طن ديال الخروب مازال ما بعتهاش، والمنتوج ديال هاد السنه على الابواب ولحد الان تشهر.